يا معلم، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. دي مستني اهو اسماعيل ومصطفى عشان نظبط ان شاء الله. ده تمام. عندنا عرض المفروض هيتعمل اني صباح الفل. هنعمل العرض جوه صاله صغيره وصاله كبيره. ايوه بنوضبهم دلوقتي بحيث ان اسماعيل هيعزف العزف الحي تحت، وانا هيبقى في حاجات بلاي باك مزيكا، كل تراك عامله على مستوى حامل لوحه بسمها ياسر رزق. تمام. المفروض الرجاله جت اهي. ما راح تاخروا ليه؟ وايه الاخبار؟ انت عامل ايه؟ تمام. بس الاوضه عايزك بقى تبص عليها برده معانا كده، تشوف ايه اللي ممكن يحصل فيها. الاوضه بص كده من بره كده لحد ما الناس تيجي. دي هنا دي الاوضه الكبيره. محمد سلام عليكم شباب. ايه الاخبار؟ تمام. جايين دلوقتي مستنيين الناس اهو. بس تمام اهم جم. ايه يا عم، ايه يا عم، لا ده كده كنت كده. صباح الفل. ازيك يا معلم؟ احنا الجمعه جاي نيجي الجمعه اللي قبل اليوم. احنا هنستخدم بقى عروض احنا من الساعه 7 تمام. احنا عايزين نيجي الجمعه نرص بقى لو حاجه. نبقى مرصدين وبنعمل حتى نشوف ناكد بعد اخر اي تفصيله مش موجوده. هنعمل الانترفيو في اليوم ده؟ في اليوم ده معلم. تمام. حلو. هتكون معروف تقريبا شطبت كل حاجه. لا ممكن نجيب واحده اكتر ان شاء الله باذن الله. تمام. ماشي. السلام عليكم.